العبادات أيها الفضلاء، الوضوء والغسل من الجنابة أمانة، يدخل ذلك في الأمانة دخولا أوليا، حتى قال العلماء والمفسرون في قوله تعالى: وحملها الإنسان، أي الأمانة، غسل الجنابة والوضوء. وهذا يستدعي من كل مسلم أن يكون حريصا على أن يتفقه في أحكام الوضوء ومسائل الغسل، ليكون على بصيرة من دينه. فكثير من الناس ربما من حيث لا يشعر يتخبط ولا يحسن أن يتوضأ وضوءا شرعيا، ويترتب على ذلك أمر خطير، وهو عدم قبول عبادته وصلاته. والصلاة والزكاة والصوم والحج أمانة يجب أداؤها والقيام بها.